مليح ذكن ذي الجزائر اللي بغانا تصوفين ادم اما ذي الجزائر بغانا تصوفين اشي مذكرنا لك الجزائريين بحال القبايلي دي ذكر اشي ميو ترا ذا قيل قيل هي قيس الغرب كان يسمو القبايليس واسميو يتفن حسين ايت حماد سيتي لو 16 اكتوبر 1964. Le journal Mujahid a dit, a mis à la une, il a dit la une au journal de Gibran Seguinion, le traître Hussein Ait Ahmed est capturé. Hussein Ait Ahmed, il est un Zaïm. Il a dit, 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 Il a été condamné en avril 65. Il a été condamné à mort pour sécession, séparatisme. Donc, c'est un crime يبغوا له في فاس بوستان غو يبغى له وكذا مزلوي يتوحسب باللي بغان في مونانت انت مول تقبيليت وبغان انا اي اسمو تقبيليت من نور اجيو بدوين إلان يرسان مسعي زوران يقوم نزلو ينا ما إلا تكرت تموت تقبيليس تبغى كان أتساو أما كيفي دينا سمير وقسيم تبغى تساو أول خينس ألبو أبوار سون إطا سوفران إي إنديبوندون طراد يوسد داكن تمول تقبيليس إلا قد سوا رزق يواكن تحكم لها نظرا باللي ما تحكم تمول تقبيليس تشدو دو توت لي فاسون لكن يبغو يلي الحالة تشدو غير تيمون نتيتس Il y a une coalition contre la Kabylie. L'armée des frontières n'était pas que le groupe d'Oujda. Il a aussi, il a des arnaquises. Zerbaz, le bec de canard, dit tout. Normalement, si la guerre est une arène, il y a une loi, mais il y a une loi. Asmid, il y a une loi qui est une loi. Il y a une loi qui est une loi qui est une loi. أتساوم أن كنيس ذي الجزائر يتوقع دار أتساوم أوان كينس ذي ندو كناس ودقينير ميقل الخلاف ذي تقشوشت يسير ذسن الجزائر سفند سفرات غفارور نتمول تقبيلت سيل 29 سبتمبر 1962 et voté de l'Assemblée nationale à Bembella, chef du gouvernement. C'est le 29 septembre 1963 et de Kertz Moultsak Vélis et c'est vraiment un petit manis, six manis. لكن في ديكال تمول تقبيليس اطاس بويدي نوان سكويد سكمد برانيس لكن الجزائر كودا تدو يدس ثقالات وفادي مانيس تتوازن او ندينير ازال لقيت تمول تقبيليس يكمل ولا منقبل يا كان لي ميرا بالقدر يسدد المستقبل لثدي السوثر
يمكن أن يغال نسر تسنيس إن أنا ستغال تيم الدفير إن غاد نفكي من كل يكدي فكان سكسودة من لال أكد نفكي سكسودة من الخير.